هلأ هناك يبدو على ما أعتقد أنه هناك إشكال قد حصل، يمكن كرمال هيك نعم نشوف أنه الأجواء لم تكن جيدة ولا تشير بالخير. المعلومات بتقول، ولكن هي ليست مؤكدة، سنحاول التحدث مع أحد المختصين بهذا المجال، يقال بأنه وأثناء هناك طيارة ران بس خبرينا، هناك يحكى أنه هناك إشكال حصل أو في عدم وضوح ما بين الجهات الرسمية والقوى الأمنية وأيضا الفريق التشيلي، شو في معنى؟ هي تدخلات بالعادة بلبنان، كل واحد هو الأستاذ والرئيس والمعلم. هل عدة روس فاتوا ببعضهم ورفع السلاح علي؟ ليش؟ لأنه بدنا نظهر نحن ودرون، والدرون عايزين التشيلية، وأخذنا إذن ومخابرات صاروا البلدية والشرطة وكل العالم تتدخل بالموضوع ورفع السلاح علينا. التشيلية عصبوا أنه كيف بيرفعت السلاح على مدنية، وكمان معظيم من التدخلات عم يتشاوروا بعضهم لشوف شو بيعملوا، بس نحن عايزينهم، نحن بدنا رضاهم، يعني ما بعرف كيف بتصير هيك القصص. هلا كنا عم نشوف هون انه في مشاورات عم بتصير، الجيش كانه عم بفوت وسيط ما بين الفريق التشيلي، قرروا انه ما بدهم يشتغلوا، ما قرروا شيء، عم يتشاوروا لانه الوضع شافوه خطر، يعني دفع السلاح على علينا على مدنيه قدامهم، هذا شيء خطر، فهن ما قبلوا هذا الشيء. طيب بما انك كنت بالمقلب الاخر ونحن ما كان فينا ما فينا نفوت لجوا، وصلوا للبلوك اللي كان مفروض وصلوا للسطح. اوكي سو هلا الدرونز اللي احنا جبناهم اللي صار مشكل عليهم، هن عم بيساعدوني يفوتوا الدرونز لجوا، في درون فيها تفوت بين الازاز ودرون تاني هي فيها تصور الفخذ، هوبفلي هالدرونز يخلصوا لانه كل املنا بهالدرونز. طيب رن، يعني اليوم واضح انه في غياب تام للدوله اللبنانيه، وانتوا كنتوا عم بتعبوا هيدا الفراغ، يعني حسب ما عرفنا انه الاليات كلها انتم امنينها، وهن وجودهم يقتصر على العناصر الموجوده على الارض من الجيش اللبناني. الاليات تقدموا تقديم، يعني ما حدا دفع شيء ولا قرش، يعني المجتمع المدني هن اللي قدمون الاليات، ونحن من الساعه 11 بالليل للساعه 2 ضغطنا ليرجع الورشه تمشي ويرجع يجوا الدفاع المدني والتشيليه كمان، التشيليه كانوا ردي من اول لحظه انه يرجعوا، كانوا ستاند باي، يعني قد ايه قلبهم على هالعالم اللي عايشه اكثر من المسؤولين عنه صراحه. يعني طيب بتقديرك امتى معقول يرجعوا يعملوا التست؟ لانه شفنا الكلب تحط هلا الكلب تحضرت والدرونز هن اللي عم يشتغلوا الشغل هلا. شكرا لك. فاذا مثل ما كنا قد استمعنا الى هذه السيده اللي هي المسؤوله عن احد المجموعات اللي بتعمل على، وكانت من يوم الاول متواجده، الواضح انه هناك يعني حاله ليست بالجيده مثل ما خبرتنا رن، وانه كان هناك رفع للسلاح بوجه المدنيين بالداخل بسبب انه استعملوا الدرون وهي الطائره اللي حتمكن الفريق التشيلي من الدخول الى وتخطي الزجاج وغيرها من المناطق اللي بتكون حرجة وما بيتمكن الإنسان من الدخول لها، من بعد ما أخذوا موافقة من مخابرات الجيش إلى أن شرطة البلدية وبعض الأشخاص المسؤولين وانعمدوا إلى رفع السلاح بوجههم، الأمر الذي سبب بطبيعة الحال انزعاج لدى الفريق التشيلي اللي اعترض على هذه الطريقة واعترض على رفع السلاح بوجه المدنيين. يعني للأسف بكل مرة عم نشوف أنه هناك عرقلة عم بتصير بمحل معين للتقدم بهيدا الملف، وواضح أنه هناك تقصير كبير من الدولة اللبنانية بحسب ما نذكر بأنه كل الأليات المتواجدة هي على نفقتهم الخاصة ونفقة المجتمع المدني والشركات اللي جلبت هذه الأليات ولمساعدة الفريق التشيلي المتطوع من الأصل، يعني وليس هناك أي مساعدة يقدمها الجيش اللبناني.